الجولة الثامنة من الليغا الإسبانية هذا الموسم تختلف كليا عن باقي الجولات. غيوم السياسة تغطي كليا سماء الرياضة في الدوري، والخصمان أحدهما قطب العاصمة أتلتيكو مدريد والآخر رمز كاتالونيا الراغبة في الاستقلال. سيناريو لقاء القمة بين المضيف أتلتيكو مدريد والضيف برشلونة نتابعه في التقرير التالي. الرحلة بين برشلونة ومدريد عادة ما تستغرق أقل من ساعة ونصف جوا، والمسافة بين فريق كاتالونيا البلاوغرانا وفريق العاصمة أتلتيكو مدريد قد تطول أو تقصر حسب نقاط ترتيب الليغا. أما اليوم كل شيء مختلف. برشلونة الذي لا يرغب أن يكون إسبانيا سيواجه خصما إسبانيا حتى النخاع، وبينهما في الدوري ست نقاط وآلاف السنوات التي تختزل الانتماء إلى الوطن الكبير. أسئلة عديدة تحوم حول الواقعة وردود أفعال متباينة تسبق لقاء الاتصال والانفصال، ووحدها كرة القدم في الليغا تتأرجح بين سؤال إبعاد أو إقحام الرياضة في السياسة. الجولة الثامنة مختلفة على كل المستويات، ستجرى على ملعب جديد واندا ميتروبوليتانو في قلب مدريد عاصمة مملكة إسبانيا، وستلعب بعد استفتاء على انفصال إقليم كاتالونيا من جانب واحد علق إلى حين. أنفاس إسبانيا التي حبست ليلة الاستفتاء على الانفصال قد تحبس ليلة المباراة بين أتلتيكو مدريد المضيف وبرشلونة الضيف، قد تحبس في الميدان وعلى المدرجات وخارج الملعب وقبل صافرة البداية. برشلونة لن يدخل المواجهة مسلحا فحسب بانتصاراته السبعة المتتالية، وأتلتيكو مدريد لن يلعب اللقاء بعثرات الجولات الماضية. الجولة الثامنة في الليغا ستزيد حتما من جرعات الندية المعتادة بين قطبي إسبانيا، وسيتمناها جمهور الكرة أن تنتهي بنتيجة يقررها حكم المباراة بعد الصافرة، فلا أحد يتمنى أن ينهي الليلة في مخافر الشرطة، فاللحظات العصيبة والمعقدة تحوم حول إسبانيا بأكملها، ووحدها الرياضة قد تجمع ما فرقته السياسة.